في الواقع يعني كنا نتحدث عن هذا التقدم الكبير بالوصول وصول وحدات الجيش السوري مع الحلفاء إلى قرب الحدود السورية العراقية. يعني سيادتك لو تضعنا بالإطار العام كملخص، ما الذي جرى؟ يعني تقدم القوات على عدة محاور على ما يبدو. هذا الإنجاز الاستراتيجي ليس بالقرب من الحدود، وإنما إلى الحدود 600 متر عن الساتر الترابي. جاء هذا الإنجاز نتيجة التنسيق والتعاون الدقيق ما بين القوات في الجمهورية العربية السورية، القوات المسلحة، إضافة إلى القوات الرديفة والحليفة. الهدف الأساسي منه نفذنا المرحلة الأولى واللي هي الوصول إلى الحدود، وأما المرحلة الثانية والمراحل اللاحقة اللي هي تنظيف كافة البادية السورية من فلول داعش وأخواتها. ما عندنا أي محددات. المرحلة اللي بعد منا سيتم فتح كافة المعابر ووصل، وخاصة الوصل الاقتصادي والتأمين، محافظتنا الغالي دير الزور بالإمداد، وفك الطوق عنا بالتقاء كافة المحاور والتوجه باتجاه البوكمال دير الزور وتحرير دير الزور إن شاء الله. ما في أي محدد لنا، ما في أي عائق يقف أمامنا. مهما تدخلوا ومهما قصفوا، لأنه فشلت الناس المعتمدين عليها، صار هني بدين يدخلوا تدخل مباشر ما يسمى نفسه بالتحالف، لكن هذا ما بيسنينا. راح نتابع التقدم. شعارنا الشهادة أو النصر، والشهادة أولا لأنها طريق النصر. حررنا شيء 22 ألف كيلومتر مربع، وقريبا ستحرر البقية من هذه البادية من فلول شزاز الآفاق أعداء العروبة والإسلام. سيادة اللواء، يعني كان الحديث عن أكثر من محور على ما يبدو. عنا نحن نتقدم على 5 محاور أساسية. نحن باتجاه نتقدم على محورين. محور أساسي اللي كان باتجاه الصين التنف، التفينا بالمحور الثاني نتيجة بعض المعيقات اللي خلقها ما يسمى بالتحالف، ولكن ما في أي محددات أمامنا. تابعنا التقدم ووصلنا إلى شارة الوعر عن طريق الزازة باتجاه العليانية، باتجاه الهلبة، وباتجاه الحدود. راح نتابع التقدم. ما في أي عائق وما في أي محدد إلا مصلحة المواطن إن كان موجود في الجمهورية العربية السورية في هذه المناطق. والبقي ما في أي محدد. نحن عندنا تعليمات واضحة، اجتساس الإرهاب. قدرتنا جيدة، إمكانياتنا رائعة، عندنا صار خبرة رائعة، مقاتلنا مقدام، سننتصر. على ما يبدو الهدف النهائي البوكمال أو دير الزور. الهدف الأساسي والنهائي اللي هو الروح باتجاه دير الزور وفك الطوق عن القوات الموجودة هناك.